طيب خلينا نروح لفاروق صلاح الاول ونكمل اخبارنا. يا فاروق مساء الخير. مساء النور عليك زميلي امير وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. اهلا بك يا فاروق، ابتدي معايا باجتماع مجلس الاداره، ايه الاخبار عندك؟ يعني خليني اقول لك امير، يعني قبل ما نتكلم على اجتماع مجلس الاداره لمران الفريق النهارده استعدادا لمباراه الدوري امام فريق، انا هتكلم معاك عن المران يا فاروق، ابتدي بس معايا بالاجتماع لان ده الحدث الاهم بالنسبه لي دلوقتي، ايه اللي حصل؟ اجتماع ابتدى ولا لا؟ الكواليس ايه يعني؟ يعني خلال دقائق قليله يا امير هيبدا اجتماع مجلس اداره النادي الاهلي، ابتدى توافد اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، ومنذ قليل كان حضور الكابتن محمود الخطيب يترأس اجتماع مجلس اداره النادي الاهلي. يعني زي ما قلت لك خلال دقائق هيبدا اجتماع مجلس اداره النادي الاهلي لمناقشه القرارات اللي تم اظهارها من لجنه الانضباط او الاتحاد الكره. يعني هنشوف مع مجلس اداره النادي الاهلي يشور عن ايه، هيتم اتخاذ القرارات اللي هيتم اتخاذها اكيد يعني هنتابع من خلالك ومن خلال قناه النادي الاهلي وقت صدور هذه القرارات. زي ما قلت لك ان توافد اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي والكابتن الخطيب جميع وايضا العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي، الجميع متواجد الان في غرفه الاجتماعات لمناقشه هذه الامور يا امير. طيب فيما يتعلق بالمران، فيما يتعلق بالمران يعني ايضا الكابتن محمود الخطيب كان متواجد في المران النهارده لمؤازره ومسانده لاعبي النادي الاهلي وجهازهم الفني. مستر ريني فايلر يعني فارض حاله من السريه والاغلاق التام على المران لكافه الوسائل الاعلاميه، وسائل المصوره مقروءه، كل الامور مقفول تماما، غلق تام للفريق ومرانه النهارده في حاله من التركيز بتفرض نفسها على اللاعبين وعلى الجهاز الفني. الجهاز الفني تقدر تقول يا امير برضه قدر ان هو يحاول يعيد أو يعني تشكيل او صياغه بعض المراكز للاعبين خلال المباراه القادمه تحسبا ل يعني عدم الاستعانه ببعض اللاعبين اللي تم ايقافهم. لكن نقدر نقول ونطمنك ايضا على لاعبي النادي الاهلي، اللاعبين ان شاء الله لعيبه النادي الاهلي امر مقدر المباراه، الجميع بينتظر اللقاء. ويعني برضه كامير متابع من خلال اتحاد الكره المصري من احد المصادر ان مفيش اي شيء بيمنع اقامه المباراه، وتم وصول اختيار من الامن بالموافقه على اقامه اللقاء، وليس هناك ما يمنع من اقامه المباراه. الفريق النادي الاهلي بعد عقب نهايه المران يا امير الفريق هيتوجه للمعسكر للدخول في المعسكر لمباراه الزمالك. هي الاخبار كانت خارجه يعني في بعض الاخبار بتقول ايه ان الاحتمال يتم تاجيل اللقاء يا فاروق، انت من مصادرك او من كلامك معايا دلوقتي بتقول ان المباراه في ميعادها من خلال تواصلك مع احد مسؤولي اتحاد الكره صح؟ بالظبط يا امير، احد المسؤولين والمصادر في اتحاد الكره المصري يعني باللفظ كده قال تلقينا اختيار من الامن بالموافقه على اقامه المباراه، وليس هناك ما يمنع من اقامه المباراه. طيب لعيبه النادي الاهلي وجوههم انت شايف تعابيرهم ايه في التدريبات؟ هل التركيز كله منصب على المباراه، ولا اللي بيحصل في الساحه الرياضيه دلوقتي ممكن يشتت الاذهان شويه؟ اوصف لنا يعني. بص يا امير، الكم الخبرات اللي بيتمتع بيه لعيب النادي الاهلي وكم المواقف النادي الاهلي ولعيبه النادي الاهلي وقفت على منصات التتويج كتير، فكونك ان انت توصل لمنصه التتويج اكيد انت اتعرضت على كثير من الامور، فعندك الكم الكافي من هذه الخبرات للتعامل مع هذه المواقف وغيرها. وقوفك على منصه التتويج والبطولات اللي انت خدتها ادت لعيبه النادي الاهلي حيز كبير جدا من الامور ان انا اقدر اتعامل مع اي ظرف. فانت تشوف لعيبه النادي الاهلي ولا يعني في تركيز تام في المباراه، لعيبه النادي الاهلي منفصله تماما عن ما يدور من احداث، عن ما يدور من قرارات. اللعيبه يعني يشعرهم حاجه واحده، اي 11 لاعب هيكون موجود في ارض الملعب، موجود بفلان او موجود بكذا او موجود كذا، اي 11 لاعب يلبس قميص النادي الاهلي ويرتدي قميص النادي الاهلي هيكون قادر ان شاء الله في هذا اللقاء على اسعاد جماهير النادي الاهلي وتحقيق 3 نقاط في مشوار النادي الاهلي في الدوري. زي ما قلت لك يا امير في حاله من التركيز، لعيبه الجهاز الفني ايضا فارض حاله من زياده التركيز على اللاعبين، في حاله من الحماس عند اللاعبين ايضا من اجل مصالح جماهير النادي الاهلي في هذا اللقاء، كل اللعيبه مركزه، كل اللعيبه يعني زي ما قلنا لك يا امير على يعني في انتظار لهذا اللقاء.
اتمنى اللقاء ان شاء الله يبقى لقاء مميز لعيبه النادي الاهلي، ولقاء زي ما يعني متعودين يا امير من خلالنا ومن خلال قناه النادي الاهلي، نتمنى اللقاء يخرج في اطار من الروح الرياضيه. ده اهم شيء يعني، ده اهم شيء، واحنا كلنا بالنادي بكده دايما، لان في الاخر يعني يا فاروق، واكيد كل جمهور الكره المصريه عارف كده كويس، ان دول لعيبه منتخبات يعني، الناس دول مع بعض في المنتخبات دايما، فاكيد العلاقات ما بينهم تبقى كويسه، وبتبقى حماس ملعب وشده وكلام من ده. لازم ان احنا يعني نعدي الامور دي كلها، لكن المفروض نضع كل شيء في وضعه الطبيعي. انا بشكرك يا فاروق، شكرا جزيلا زميلنا العزيز فاروق صلاح من رئيس القناه الاهلي.